واش تريات معاكم عبد الرحمن السبيدي. المهم افضل كلمه كلمه كنشوف اليوم تلاقيت مع الاخ مصطفى اول مره ترين تعرف عليه. المهم الخوت استقبلني احسن. المهم الدراري طلع فينا وقف معايا التصور. المهم الخوت كان شكرا السي مصطفى. ياتي السي عبد الرحمن مرحبا بك عندنا مره اخرى في المسجد. اي واحد كيجي لا قال لي مرحبا بي بغيت تصور حنا نوقفوا مع الشيخ بيق دي غرا شي حاجه نخدموها معاه حنا راه الحمد لله راه معروفين باش ما نحتاجوش نشكروا روسنا ونشكروا السي عبد الرحمن اللي جا زارنا لانه وعدني بانه راه غادي يجيني وفعلا وفى بلا وعد ديالو. وكنقول لكم هذا السيد هذا وقفوا معاه ودعموه. وكنقول للمتابعين ديال القناه ديالي بانهم يشتركوا عند السي عبد الرحمن في القناه ديالو ويدعموا الطاقات الشبابيه بانهم راه كيحافظوا على روسهم وانهم كيكونوا بواحد المحتوى اللي هو نقي وزوين لان كيستافد فيه بزاف باش ندعموا التفاهه اللي كاينه. خويا الياس وياسر وجميع الدراري ديال طازان اللي كاينين هادي كاس لاي واحد كيشوف هاد الفيديو. والحمد لله كما قلت لكم اي واحد جا لهنا راه نقولوا ما كاينش الغرض ديالو تي جا سيدي يسال يوم معاه لا باقي حتى شي مشكل حنا على راه نرى الاشاره ديال الجميع. كما قلت لكم هاد الحاله ديالنا كما وفى بالوعد ديالو جا لهنا راه غادي نقول سلامه على الشخص الغرض ديالو. تحياتي ودعموا هاد الشاب هذا مرحبا بكم الله يسر ليه الامور الحاليه ديال الحاله. سير ضرب خذ راحتك مباشر وحيا جميع المي الله حداك غير بالريحه ما في الريحه سي هو هاك هاي الحال هاك في الفيديو ايوه ايوه راه اليوم ديما جيد الصفاء ترى الصوره الشيء اللي عندك على وصل الخير هذا عندك انا والله عندك 100 درهم اخويا 100 درهم الله مبارك عندهم اللي خون كيما هاي قيد يا زلمة ثاني اصغر مولا كيف لك واحد حسين ها